شاهدينا طبعا غاده وهيا ايوه سووا لفه نقدر نسميها لفه الامارات. ايوه رحنا زرنا السبع امارات، ما بتقول لي عقاب بس كان احلى عقاب، لانه من جد كانت لفه جدا حلوه واتعلمت من كل خلينا نقول اماره شيء. فخلينا نشوف هذا التقرير اللي هيا يعني الله يعين اللي حيركب معاه سياره وتسوق بيه. خلينا نشوف. يلا. صباح الخير يا عرب من أبو ظبي. اليوم رحلتنا مختلفة لأنه حتكون بالسيارة وحنلف الإمارات من أولها لآخرها. لحظة أكيد مختلفة. أول حاجة لأنه حنلف الإمارات، الشيء الثاني إني أنا معاك. صحيح. وأخيرا قررت إنك تاخديني يا هيا. أنا سعيدة وأنا أختار إني معاك اليوم، وابتديناها من شنغريلا أبو ظبي. صحيح. فين حتوديني وحد اللي عيني تاني؟ حنسوق لدبي ومنشوف من بعد، بس خلينا نشرب قهوة بالأول. صحيح. مع هالمنظر. شكرا. يلا. يعني بداية اليوم كانت مرة حلوة من أبو ظبي هيا. صراحة متحمسة بس خايفة منك. بتسوقي بي. أنا خايفة من سواقتي. أنا مرعوبة مرعوبة. لا لا ما تقلقي. أنا نفس حزام. صار لي بسوق كم من سنة؟ صار لي بسوق 10 سنين. لا الحمد في خبرة. طب ليه ما في أغاني؟ أنا بحتفل باليوم أوكي. الوطن. بدنا نحط القوانين لهاي الروت تريب للرحلة. أنت مسؤولة على الأغاني. أوكي. إذا منجوع ولا بدنا قهوة ولا أي شيء أنت بتخبرينا. حلو. وبتقولينا وين نروح نوقف على الطريق. وانتي توديني الأماكن اللي حتفسحينا فيها. بالضبط. أوكي. شو رأيك؟ أبو احتفال رسمي باليوم الوطن الإماراتي. تفضلي. يلا خليني. عجبني غادة كيف تقدري تشوفي دبي القديمة ودبي الجديدة من محل واحد. كتير حلو، وخاصة لما ذكرت إنه شيء قديم، إنه حتى كمان بينين كيف الصحراء كانت، إنه حتى في فترة زمنية بسيطة إنهم يوصلوا لحاضر رائع. طيب غادة ضل شغلة واحدة نعملها إنه نمشي بس هذه اللي ضلت خليها ضل. مشي بس 150 متر بقى. أنا حمشي ما حبس لا لا. لفة بالإمارات. بالضبط. مع غادة وهيا. عجبني هالكورنيش. من جد كورنيش الشارقة مختلف ولي طابع مختلف تماماً عن باقي الإمارات اللي كنا فيها. صح. سؤال، تعرف في إيش معنى اسم الشارقة؟ لا ابدا. لا. حذري فذري كده. حذري فذري من اشراقه الشمس. طيب جاهزه لعجمان؟ ايوه جاهزه. انا اول مره بعجمان. وانا كمان. وعلى فكره هي اصغر اماره مساحه من السبع امارات. حلو. يعني مشهوره كثير بالقوارب، بصناعه القوارب. المكان بعجمان لأنه فيه أكبر مصنع لصناعة القوارب مثل هيك. كتير حلوة صراحة. وكمان هالقوارب تلعب دور بتاريخ الإمارات للصيد السمك، استخراج اللولو. هي كان هذا يمكن خلينا نقول المصادر الاقتصادية المهمة. صح. في كل دول الخليج وخاصة كمان هنا في الإمارات. صح. رأيك إن شو رأيك نوقف نجيب قهوة في أم القوين؟ هيا تعرفي يعني إيش أم القوين؟ لا قوليلي. أوكي. هي أم القوتين. أنا عرفت بالقوة البرية والقوة البحرية. نعم. وصلنا رأس الخيمة؟ نعم. إحنا على حدود رأس الخيمة. الله. على فكرة أنا جبت لك هدية معايا. واو.
شكرا يا غادة. اديتك البيض عشان تجي لابسة. يسلموا. حلو. بس هذه يبغى لها نشغلها اغنية. حتنفعنا هلا لانه احنا رايحين هايك على جبل جيس اللي هو اعلى جبل بالامارات. يعني منظر بيستحق كل هالطريق اللي اخذناها. بس غادة ما رضيت تنزل هايك لتحت كتير. بس ايش، انا بديت اقعد هنا على فكرة. انا هنا هي، بس فرق بيني وبينها خطوة، فعادي يعني. هي المغامرة موجودة بس هنا لا، صعب. سوري بعتذر، بس الفيو رائع وحلو من جد، يستحق انكم تطلعوا له. شوفوا فين رايحة. لا اله الا الله. وهيك يا غادة بنكون وصلنا على اخر امارة فجيرة، واحنا حنقضي ليلة هون بعد هالرحلة الطويلة. وعلى فكرة اي حدا بيجي لفجيرة لازم يقضي ليلة هون، لانه في كثير فنادق حلوة على البحر. والله حمستينا صراحة، يعني اوريدي احنا حنعملها، فاكيد هي كل الامارات صراحة حلوة. وانت اخذتينا لفة من جد، من ابو ظبي لدبي للشارقة لعجمان راس الخيمة وفجيرة ومن قوين بالضبط. يعني الصراحة إيش رأيك؟ والله حلو حقيقة. ونحيي يعني كل الإمارات العربية، ويمكن كل محطة كان لها شيء مميز. يعني ما يكفي أصلاً 48 ساعة ولا يوم إنك تلف، لأنه كل محطة فيها 1000 محطة علشان تتعرف عليها. أكيد.